أنا اسمي صبحي محمد رضوان من قرية الحرانية، عندي سني 50 سنة. بشتغل سجاد يدوي وبطلع لوحات من ايديا وبعمل برضو الكليم اللي بتفرش في الارض، وبرضو بنعمل شغل برضو شنط وبنعمل حاجات تاني وبنعمل واولادي معايا وبعمل الحصنه. اللوحه عندي وقتها طويل جدا، مش اقل من شهرين او 3 شهور، وفي لوحه ممكن تاخد معانا 6 شهور. بعد كده بتعامل بقى في شغلي، بعلق حد في شغلي بره، بطلع بشوف اكل عيشي شغلي، وربنا بقى بيطعمني ما بيحرمنيش، عايش منها كويس الحمد لله انا واسرتي وكويسه. وفي ايام ما نبيعش خالص، بنقعد بال20 يوم ما نبيعش، بالشهر ما نبيعش. انا بحب الشغلانه لانها بتطلع حاجات جميله من جوه الواحد، الواحد بعد احيان بيعمل لوحه بيبقى بعد ما تنزل بيبقى يعني فخور بيها، ويعني انا مش عايزها تنقرض الشغلانه لانها جواها حاجات جميله وفن جميل.